الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سررت كثيرا بهذا الالتقاء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ما في قلوبكم من حب للعلم والدين ولأهل الدين ولأهل العلم وللأساتذة، وهذا من سعادة الإنسان أن يكون على صلة دائمة مع أساتذته ومربيه، فإن الإنسان يفاجأ في حياته بمراحل مختلفة وبعراقيل شتى، بصعوبات ومشاكل في الطريق، وتأتي هناك بعض الخيارات. فإذا كان الإنسان متصلا بالأكابر وبالأساتذة والموجهين والمشرفين، ولست منهم، ولكن ذلك ينفعه وبفضله يستقيم على الصراط ويثبت على الجادة. وقد سمعنا، ولعلكم سمعتم عن بعضهم قد ضلوا الطريق وانحرفت بهم السبل وحادت بهم الطرق عن المنزل المنشود، من أجل أنهم لم يكونوا على صلة مستمرة مع مدرستهم ومع مدرسيهم وأنا أنصحكم بأن تشغلوا أنفسكم بالجهد في بذل هذا العلم الذي حصلتم عليه وكسبتموه بعد مضي سنوات عديدة في هذا السبيل. الآن حان وقت جني الثمار، والآن جئتم إلى الجبهة وأمامكم مجال واسع جدا لبذل الجهود ولتأدية النشاطات والأعمال لخدمة الأمة. إن الإنسان يجد ما يملأ به بطنه بسهولة، ولكن ذلك لا يكفي العالم أن يسكن إليه ويفرح به، بل إنه يحرص على أن يكون نافعا للأمة، نافعا للناس،
و يدعو إلى الله سبحانه وتعالى و يربي الأجيال، يربي الأطفال، ولا يستهين أحد منكم بمجاله الذي هو، وعليكم السلام ورحمة الله، الذي هو مشغول فيه بالعمل، فإن كل مجال يحتاج إلى رجال أخفاء، وهناك مجالات شاغرة وفارغة تنتظر العلماء، فكلنا يملأ مكانا فارغا ويسد الفجوة، فيظن نفسه أنه على عمل، وكما قال بعض الصحابة إنكم في رباط دائم، يعني إنه مرابط مجاهد على الصغر، فلا يترك مجاله، فإنه إن ترك كان كمن فر من الصغر وكان مرابطا، فهذا لا يكون له محمودا في حياته. لذلك علينا أن نزيد في هذا العلم، وبذلك يزيد الإنسان علما ومعرفة، بالبذل يزداد العلم، وبالبخل وبالترك ينقص العلم ويزول العلم. فمن لم يكن في هذا المجال واشتغل بأعمال أخرى فإنه لا يحتفظ بعلمه، لا يستطيع أن يحتفظ بعلمه، فهذا شيء واحد. والشيء الآخر أن تهتموا بتربية أولادكم أبنائكم، فإنكم ما شاء الله الآن أصحاب الأهل والعيال، فينبغي أن يكون أبناؤكم على هذا المنهج، يعني على منهج العلم والدين. فنرى بعض العلماء قد ضل أبناؤهم وانحرفوا عن الدين وخرجوا خروج السهم من الرمية، نعم، خلعوا ربقة الدين من أعناقهم، فهذا يدل على تقصيرهم في تربية الأطفال. فعليكم بالاهتمام الزائد بأولادكم تعريفا بالعلم والدين والقرآن والحديث، و نعم أخذا بأيديهم إلى هذا الميدان الذي نحن نعرف به. نعم. والشيء الثالث الذي أنصح به نفسي وأنصحكم به أن نكون ممن يجمع الناس ولا يفرقهم، وهذا يمكن بالوسطية والاعتدال والتوازن وبالأخلاق الجيدة الفاضلة، بالرفق واللين، وبحسن الظن بالمسلمين، وبالرجال الذين يخالفوننا في بعض
الآراء والأفكار، ينبغي ألا نسيء الظن بهم ولا نحمل لهم حقدا في قلوبنا، نعم، بل ينبغي أن نعذرهم ونكون نسيء يعني نحسن الظن بهم أنهم يعني أنهم يعملون بما رأوه حقا، نعم. فنحن يمكن أن نبين لهم الرأي السديد الذي نحن نتبناه ونتوخاه ونختاره، ولكن نحن لا نضلل ولا نفرق، لا نفرق يعني العصا، عصا المسلمين، لا نشق عصا المسلمين، قد انشقت عصا المسلمين في هذه الأيام، نعم. فعلينا أن يعني أن نكون بحيث ينتفع بشخصيتنا كل شخص مهما كان انتماؤه إلى أي جماعة أو إلى أي مسلك أو إلى أي حزب، ينتفع بنا الجميع، خيرنا عام. هذه الأمور المبعثرة المتفرقة التي دارت بخلدي، فعبرت عنها أمامكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وإياكم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله. سعيد باستفادة منكم، أشكركم جزيلا. جزاكم الله. أن تكرر هذه الاستفادة. إن شاء الله إن شاء الله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الخير حيثما كان. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ولا تنسوا أن صلاتنا إن شاء الله. إن شاء الله. نحن نسعد إن شاء الله. نعم؟ نعم نعم نعم. يعبر كل واحد يدلي بدلوه، نعم، يبدي رأيه. تفضل الأستاذ أنيس كويس. تفضل. تفضل سينان. تفضل. هو يتصل، لا يتصل، ولكن الصوت لا يأتي. محامي هو قد كان محامي إنما كان يدعو. وهذا إمام في المسجد، ما شاء الله، مدرس في المدرسة الحكومية، مدرس وإمام في هذا المسجد.
يدرس الحبس. كيف وجدت غير الله؟ الله أحسن مما سمعنا. أول ما قيل وإلى الآن ما تمتعنا بجمالها كاملا إن شاء الله. إن شاء الله لذلك استاذ سلمان سيما ندبي الى بعد ما زار كيرلا والتعجب قصيرا وقال لي لابد لكل واحد ان يزور كيرلا لكل استاذ. نعم ما شاء الله، يعني مجمع الناس من انواع مختلفه وهناك يوجد ما شاء الله كل نوع من انواع الفكر كذلك. هناك خدمات مختلفة في سبيل الدين. ما شاء الله. كيف أخبار النظوة؟ أخبار النظوة؟ أخبار النظوة؟ أخبار النظوة؟ كيف أخبار لبن ستوبر كيف سبنتا؟ لبن انت تشتغل بالمحاماه ان شاء الله في السنه القادمه. الان تدريس خمس سنوات الان تمت خمس سنوات والان انت تختار المحاماه ان شاء الله. ويعني قد اجريت اتخذت الاجراءات لتكون محاميا. تطمنت قبل دخول الندوة يعني، لكن محامي يعني في المحكمة ما اشتغلت حتى الآن. إن شاء الله في السنة القادمة الزواج كذلك البناء والبيت. الآن ما تزوجت؟ تزوجت قبل ثلاثة، ولكن ما بنيت؟ بنيت هذه يعني المسؤوليات. أنفقت ساعتي في خمسة في هذه السنوات. إن شاء الله في السنة القادمة أريد أن أشتغل بالمحاماه. وهل لك ولد؟ نعم ولد وبنت. ما شاء الله. قبل 40 أيام يعني ابن جديد. ابن جديد. وهذا الثالث أو الثاني؟ ثاني. Thank you.
النظام الندوة الآن قد تغيرت من قبل. نعم قليلا قليل تغيرات. رئيس جديد بنية رواق جديد كذلك. اسمها مونغيري. مونغيري الباني. نعم محمد علي المونغيري.